يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مؤذن مسجد يفطر في شهر رمضان قبل أن يدخل الوقت بدقيقة واحدة. مؤذن مسجد يفطر في شهر رمضان قبل أن يدخل الوقت بدقيقة، فما حكم صيامه؟ فيه خطر، هذا فيه خطر. لا يقدم قبل أن يرى الشمس غائبة بعينه، أو يتبع التقويم الموثوق المعتمد، فلا يتقدم عليه بشيء. إن كان يرى الشمس فلا بد أن يؤذن أو يفطر بعدما تغرب، وإن كان لا يراها يعتمد على التوقيت المعتمد فلا يتقدم عليه. نعم.